تشتريه، بس قد ايه بدك لتوصلي؟ لانه المخرج فعلا بعد ساعه. ما عرفت كيف بدي خبرك. ايه ما عرفت كيف بدي خبرك. حط حالك محلي حبيبي، مشي. ايه هاي ايجان، بس فيك تقولي لي وين صرتي تقريبا؟ انه على الطريق شوي عجقه، بس بوصل. المخرج قصطفين خطار، اهلا وسهلا فيك بضيف اليوم، نورتنا بالجديد. حضرنا هيك مقطع صغير، حضرتك عامل هيك فيلم قصير اسمه واصلي، صح؟ دكتور وشفنا هون المشهد لهيدي الصبيه اللي ثلاث ربعنا نحن بنعمل زيت الشيء اللي هي عملته. يا ريت تشرحنا اكثر عنه. اول شيء هيدا فيلم قصير اسمه ديتور واصله، مثل ما حضرتك قلتي. نعم. هيدا الفيلم كتبته لمسلي اللي هي شفناها هلا. نعم. اسمها ساره عطله. اوكي. واخراجي واخراج زميله لإلي اسمها ليا العقيقي. اوكي. قد ايه ضلت لوصلت؟ ما وصل. الفيلم هو فيلم 5 دقائق، فيلم قصير. طلعت فكرته من المعاناة اللي نحن كشباب بنشتغل بالسينما، وكان تمثيل ولا كان اخراج ولا حتى كتابة عم من عينيه، وشوي بيعكس وضع السينما بلبنان ووضع الفن اجمالا بلبنان. مثل ما بنشوف هيدي الصبية سريعا هي رايحة على كاستينج، وكل مصايب هي رايحة على الكاستينج بتصيروا معها. فهيدا هو هيك سريعا الشيء. خلينا نبلش بجملة انت قلتها، انه نحن كشباب بنعاني في بلبنان او بمجتمعنا او بشغلنا. شو المعاناة اللي عم تواجهكم هلا؟ هي يعني نجرب نكون ايجابيه، ما دائما نكون اكيد فينا نخبر عن المعاناه بضحك. اكيد. فالفكره هي انه نحن كشباب في طاقات، وفي كثير اشخاص يعني مش من زمان، كان في امبارح خلص مهرجان لبنانيز اندبندنت فيلم فيستيفال LIFF، وشفنا الكميه الكبيره من الافلام اللي كانت موجوده، وخصوصا من الاشخاص اللي كمان عم تتخرج من الجامعات. فعندنا كميه اشخاص، فئه شبابيه جديده، فئه شبابيه كبيره، كان ممثلين ولا كان مخرجين ولا غيرهم من التقنيين، بس ما في سوق عمل بيكفي هيدا الشباب. فبعتقد هيدا من هون اول مشكله نحن عم نعاني منها، انه ما في سوق عمل بيكفي الشباب، الكميه الشباب المتخرجه بهذا المجال 100%. وكمان عندي كذا عامل، يعني اتخن مخرج هلا بلبنان اذا عامل 3 افلام، هي ادخل المخرجين بلبنان عاملين 3 افلام، بينما اذا بتطلعي برا بتلاقي انه في يعني كل مخرج بكون عم بيعمل بالعشرات الافلام، وهيدي يعني اكيد. شو اللي بيساعده ليعمل هالقد عدد من الافلام؟ دعم، في دعم، وفي سوق، في ناس بتحضر، عرفتي؟ يعني مثلا اذا نحن عم نحكي بمصر، ما حروح لبعيد، مصر 100 مليون نسمه، بينما بلبنان 4 مليون نسمه، مع الوضع الاقتصادي قد ايه ناس حتيجي تحضر فيلم تطلع حقه، واقل فيلم بده $1 مليون تينعمل. فهيدي بتعمل مشكل، يعني انه ما بيصير في تشجيع يعملوا افلام، واذا ما في تشجيع يعملوا افلام ما بنتعلم. يعني انه مخرج عامل 3 افلام غير ما مخرج عامل 10 افلام، اكيد النوعيه غير الكميه مثل ما بيقولوا. بس بيحمل السوق اللبناني هالقد عدد من المخرجين ومن الافلام ومن من من بيحمل؟ ايه في يحمل اذا انفتحنا للعالم العربي. أوكي. اذا صار في، يعني اذا صار الفيلم اللبناني يعرض بمثلا الصالات السينمائيه بمصر ولا بالاردن ولا بالخليج. شو اللي بيمنعنا نعرض بالدول العربيه؟ بعتقد في سياسات، اكيد السياسه لها دور، وفي كمان ما حقول اللهجه اللبنانيه لانه هلا شوي مع لا ما نحن ليه سالتك هذا السؤال؟ لانه نحن صار عندنا انفتاح بالمسلسلات، رح يكون عم نشوف تعاون لبناني مصري سوري، صح؟ يعني الخلطه العربيه عم تكون موجوده بكل المسلسلات، ليه ما بدها تكون موجوده بالافلام؟ ندعم الشباب بهذا الموضوع. هلا بدي احكي شوي، بدي اكون حيازي للبنان، انه كمان محل من المحلات ما كثير الدراما اللي بتطلع على التلفزيون، في دراما بتجنن ودراما حلوه وانا شاغل الدراما، بس ما عم تعكس 100% المجتمع اللبناني. وانا بحس بنظري الدراما او كانت سينما ولا كانت تلفزيون بيعكس شوي المجتمع. فبس تحضري دراما انه فيها الخلطه انه الام والبي مش غلط، حلوه وبتنعمل. بس شو قصدك انه ما عم تعكس الوضع اللبناني او الحياه اللبنانيه او الدراما اللبنانيه؟ وين بالتحديد؟ يعني لما تشوف عائله، يعني هذا يمكن الموضوع كثير انحكى كمان، بس انه لما تشوف عائله فيها الام من جنسيه والبي من جنسيه،
يعني او حتى موجودين بس والاخوه بيحكوا ثلاث لغات والاخوه بيحكوا ما مش ثلاث لغات عفوا ثلاث لهجات ايه او لهجات او لهجتين. فلما تشوفي هيدي النوعيه من الافلام اللي عم تطلع مش غلط بتصير بس انه ما بتحسيها مركبه بس ما بتخدم سياق الدراما. اي متى اخر مره حضرتي عمل لبناني 100% وانبسطتي فيه؟ صراحه من زمان مش من هلا يعني هذا الوقت 3-4 سنين لا من زمان اشتقنا للدراما اللبنانيه البيور دراما اللبنانيه صحيح. ومرتبه بعرف انه عم بينعمل قصص بس انه يمكن في ليميت انتاجيه معينه ما عم نقدر نطلع طب هون الحق على مين؟ على الممثلين او على الاخراج او على الانتاج او على التسويق؟ الحق على التليين يعني بقول لك ليش؟ لانه بفهم وجهه نظر المنتج انه بده يعمل عمل بده يبيع واذا ما كان في متوفره العناصر ما بيقدر يبيعه وبفهم كمان ايام الممثلين بياخذوا بيضطروا ياخذوا اعمال انه شوي ما كتير بالمستوى اللي هن بيطمحوا له كرمال المصاري ونفس الشيء للكتاب وللمخرجين. انا يمكن شوي كمان بحط الحق على يمكن على المحطات لما لانه بالنهايه المنتج مين بده يبيع؟ يعني يا بلاتفورم هلا اونلاين بلاتفورمز يا بده يبيع محطه عندها نسبه مشاهده جدا عاليه وكمان بدك ترجع تطلع انه بتطلع انه انا باخذ عمل اقدر يجيب نسبه مشاهده عندي على التلفزيون فكمان في ضوابط دائما وفي المجتمع كمان بياثر. بس هلا انت عندك مثل ما ذكرت منصات خلينا نحكي انه منصات مثل شاهد نتفليكس صح. عم نشوف اعمال عربية مشتركة كمان موجودة على هيدي المنصات بكثرة مش طبيعية. يعني بتفوت على هاي المنصة بتحتار شو بدك تشوف كم هائل. حتى في عدد ممثلين ما كنت تعرفهم هلأ عم تتعرف عليهم. هيدي المنصات ما بتخدم العنصر الشبابي اللي انتو هلأ خريجين جداد عم تعملوا أفلام عم تعملوا لنقول هيك مسلسلات على قدكم ما بتخدمكم؟ بلا أكيد هلأ هي بتخدم من أي ناحية. أول شيء مثل ما حضرتك قلت بتعرف مشاهد على الفنان شباب. ايه على مواهب جديده بس كمان بدك ترجع تطلع انه يعني في مثل كمان انه محصوره ب ب ب بيمكن بمجموعات معينه او باطار معين حابين يعني مش حابين يمكن هذا السوق اللي موجود يعني باطار معين مضطرين يسوقوا له فيك تقول 100% اوكي. طب صفين خلينا نحكي شوي اكثر عنك وعن خبرتك بالإخراج. يعني عم تعمل أنت بجعبتك تقريبا 4 أفلام قصيرة مظبوط أكثر كمان من 4 أفلام قصيرة. أنا بلشت بالجامعة اللبنانية خريج معهد الفنون ليسانس وماستر بالإخراج السينمائي وبتعرف يعني الجامعة اللبنانية كان شيء كتير حلو بالنسبة لي. هلأ يعني دايما بس أنه بس بيصحل الفرصة بحب أحكي عن الجامعة اللبنانية لأنه عن جد بمشي عم تطلع مواهب عن جد حلوة. أكيد. فتخرجت من الجامعة اللبنانية وجربت بس ما وقفت هون لأنه بطبيعة الأحوال عندنا بلبنان ما في أنا بحب الكتيبة وما في عندنا كتير فرص تقدري تكوني عم تطوري مهنتك ككتابة بالكتابة فاضطرينا يمكن نسافر شوي لبرا كرمال نقدر مش غلط ايه صرت مثلا بصد الصيفية كنا بلوس أنجلوس بهوليوود أخذنا ورشة كتابة مع أهم مخرجين بأمريكا بس كرمال نقدر ناخد التقنية المعينة يمكن نو هاو ايه أوكي. شو محضرنا لقدام؟ هلا مثل كل الشباب هلا في كذا شغله عم نشتغل عليها ومن بيناتهم افلام قصيره جديده ومن بيناتهم كمان افلام طويله وقصيره يعني ناطرين هلا الجرين لايت مثل ما بيقولوا من محل من المحلات تنقدر من ان الاشخاص اللي بيحبوا او يعني بيهووا الافلام القصيره في جمهور يعني هلا الجمهور عم بيزيد بس في خصوصي من الشباب بيحب فيلم قصير يحضره 10 دقائق 5 دقائق ويخلص وبيكون هيك مثل دسير. أوكي. شو بيعطي يعني شو روحيته الفيلم القصير شو بيعطي المشاهد؟ بيعطي المشاهد ساتسفاكشن لما تكون عم يعني كيف بتكوني عم تحضري فيلم وآخر شيء هيك بتحسي إذا فيلم حلو بتحسي إنه أخذت هيك استمتعتي أخذت مثل لذة معينة. يعني الفيلم القصير بيعطيك إياها هيك على صغير يعني كأنك عم تاخذي هيك مثل إشانتيون صغيرة. أوكي. يعني في كذا تكنيك يمكن تستعملوها بالأفلام القصيرة وفي كذا كمان قصة ممكن تكون درامية ممكن تكون دراما وثائقي. كوميدي وثائقي صح. شو الأكثر اللي بيستقطب العنصر الشبابي بهذا النوع من الأفلام؟ هلأ مثل ما عم بلاحظ أنا هيدا ملاحظة شخصية الناس بتحب هلأ خصوصي باللبنان الكوميدي
لانه مشتاقنا اول شيء. نحن على طول هيك بنحب الشيء اللي بده يضحكنا. بحب شيء بيضحكنا ودائما بس نكون عم نحضر شيء ونطلع من السينما يضحكنا وبكينا هول الاحاسيس يعني. بس ايه بحس هلا الناس عم تحب اكثر الكوميدي لانه من بعد لقطعنا فيه بلبنان بحاجه لهيك نحضر شيء انه خيي بيقول لي انا بدي احضر شيء ينسيني. ينسيني ايه 100%. رح نضل نحن دائما عندنا طلعات ونزلات اصفين صح. يعني صح. ونحن شعب الحلو فينا انه بننسى ومنشوف الحياة بمنظار آخر، يعني عنا هيدي الإيجابية اللي على طول موجودة. شو رأيك بالأشخاص اللي بيعملوا ستاند أب كوميدي؟ هل بتحس أنه ممكن يكونوا أحد عناصر فيلم قصير؟ بتحس بيعطي غنى لهيدا الموضوع أو للفيلم؟ أكيد. هلا خصوصا هلا ستاند أب كوميدي إذا بتشوفي على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيطلع كثير كاسحين كاسحين الدنيا. هلا في ليميت معينة يمكن اللي عم بيطلع على السوشيال ميديا من الأفلام من هيك المقاطع الصغيرة للستاند أب كوميدي مش عم تاخذ حقها مزبوط لأنه في رقابة. والستاند أب كوميدي يعني عم نحكي تكنيكاليتي تتزبط لازم تحكي قصص شوي يعني اللي عم بيحضر ينقذ ويضحك على حاله. اوكي انا معك، بس لما بتقول في رقابه يعني في دائما كلمات نابية عم تطلع خارج اطار التهذيب، هل هيدا هو بيسوق للشخص اللي عم يعمل كوميدي؟ يعني لازم يكون لازم يتلفظ بالفاظ هيك شوي خارج لا. اطار التربيه ما بحس، يعني حسب رايي انا الشخصي يعني هودي القصص المسبات فينا نقولهم فينا ما نقولهم حسب إذا بتخدم النكتة ولا ما بتخدم النكتة وإذا okay. حسب الشيء اللي عم بيقوله، بس هي يمكن المواضيع هي اللي بتعمل مشاكل أكتر من المسبات يعني okay. مش من زمان صار مشكل يعني صح صح صح. أنا بدي أتشكرك أصفين، أهلا وسهلا فيك. مرسي لألك. مرسي لألكم. مخرجنا هيك اللي بعدك عم بتشق طريقك بالإخراج، إن شاء الله بتوصل للعالمية وبتاخد حقك، وكمان كل الشباب اللي عم بيتخصصوا بهذا المجال، لأنه الفن هو هيك لوحة من لوحات التميز عنا بلبنان. شكرا لحضورك. مرسي لك. مرسي للجديد كمان. أهلا وسهلا.